مش بس كلام. صباح الخير أمل وطه، ويومكم طيب إن شاء الله لكل مستمعي ومتابعي راديو عاد. صباح الخير عليك دكتورة، كيف حالك اليوم؟ تمام الحمد لله. صحتك تمام إن شاء الله؟ الحمد لله. غذائك تمام إن شاء الله؟ كويس الحمد لله. تحافظ على غذائك سليم هيك حاجة؟ بحكم انا تخصص شيء طبيعي يعني. ما هو هذا انا شاسر زي ما اقول لك، باب النجار مخلع يعني. أيوة. فمرات نعطوا او يعطي اي حد نصائح او يكون فيه له علاقه مثلا عنده معلومات وكل شيء، بس هو ما يطبقش فيها او مش قادر يطبقها. تمام، يعطيك الصحه دكتوره مروه. اليوم حتحكي لنا على النظام الغذائي لمرضى التليف الكبدي. بالنسبة قبل ما نخش في تفاصيل المرض، للناس اللي ما تعرفش الكبد ووظائفه وأهميته في الجسم. أوكي، مبدئيا الكبد يعتبر هو من أهم الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان. لو تعلينا صوتك شوية بس دكتور. قلت لك الكبد يعتبر من أهم الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان بحكم أنه له عدة وظائف. من أهم الوظائف في مدرسة التخصص النيتريشن هي عملية إتمام الهضم، اللي كيف اللي هي في البداية بتصفي الدم وبيفرز الأنسولين في الدم. هذا كل الغاية والغرض منه بأنه هو بيتم أو بيساعد في عملية إتمام الهضم. من أكثر الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان اللي هي تتأثر بالأمراض اللي تصيب الإنسان اللي هو الكبد، حكم أنه هو مرتبط بحاجتين، مرتبط بالعادات الغذائية ومرتبط بالممارسات الغير صحية. تمام. فمن ضمن الأمراض هذه هو مرض التليف الكبدي أو الالتهاب الكبدي. تمام. الشخص لما يصاب بمرض التليف الكبدي على طول بيصير stop the function for the liver، بمعنى نوعا ما تتوقف الوظائف أو بيفشل الكبد في الوظائف بتاعها. فمن ضمن أنواع الفيروسات اللي يسببها مرض التليف الكبدي هم ثلاثة، فيروس A و B و C، ومتعرف عليه أن أكثر أو أوسع انتشار اللي هو فيروس C. تمام. النقطة مهمة جدا أن الغذاء هو اللي يمثل جزء كبير من العلاج أو الإصابة أو إسباب الإصابة بمرض التليف الكبدي. تمام. بمعنى أن نوع الماكلة اللي احنا ناكله فيها أو اللايف ستايل او العادة الغذائية اللي احنا نمشي بها هي اللي تكون سبب نوعا ما في مرض التليف الكبدي بنسبة 80%. بهي لو بالنسبة لموضوع ان هو مشكلة كلها في التغذية اكتر حاجة، ما فيش اصابات تانية تسبب التليف الكبدي غير الغذاء مثلا؟ يعني ان هو مثلا طرق تانية حاشكيك عليها. هو وتم قلت لك ثلاثة انواع. تمام. حنقول لك النوع وشنو السبب اللي يخلي الشخص انه هو يصاب بالمرض. في حاجه ثانيه بخلاف التغذيه. اول حاجه عندي فيروس A، هذا بيكون بسببه ان الشخص اخذ غذاء ملوث او انه هو الفود بتاعه مش طيب كويس، يعني غير مطلوب جيدا. تمام. هذا شنو؟ مثلا احنا طيبنا حاجه وخليناها برا من غير ما ان احنا نغطوها. تمام. فهذا احد الاسباب ممكن هي تسبب في اصابه الشخص بفيروس A. تمام. او انه هو يكون غير مطهو جيدا. نقطتين مهمات اللي هم اللحوم والاسماك، اللي هم اللحم اللي ياخذوا فيه من الثياب، وبالنسبه للاسماك اللي ياخذوا فيه ياكلوا حتى في السمك ني، وهذا تقريبا في بعض البلدان موجود اللي هو المعروف في السوشي. السوشي من غير ما انه هو يكون طيب. ايه، هذا احد الاسباب اللي ممكن هي تسبب في الفيروس. ايه. تمام. ثاني حاجة بالنسبة للفيروس دي، هدايته بيكون بسبب ان احنا ناخد فود مش مغسول كويس، يعني هو غذاء يكون حاجة. يعني الخضروات والحاجات هي تحت. ايوه بالضبط. لما شفت الفروت والفيجيتيبل اكثر حاجة. تمام. اكثر شيء يكون في السلطة وفي الخس، يعني الخضرة الورقية. تمام. اللي تعرضت لأدوية ممكن اثناء هي في المزرعة. حلو. قلت لك الخضروات اللي تعرضت للأدوية ممكن أدوية المصادر اللي هي لها علاقة بالرش وهيك لما تكون في وهي مزروعة يعني. الأسباب. النوع الثالث يا أنا اللي حكيتي عليه إني قلت لي بحكم إنه ممكن ما تكونش في الفود بس. النوع الثالث هدايته ما ليش علاقة بالفود نهائيا، ما ليش علاقة بالتغذية. هدايته بيكون سببه شنو؟ بسبب إنه يكون الدم ملوث، يعني أول لأن إحنا نتبرعوا بالدم. تمام. يكون بسبب الالات المعدات اللي تستخدم يعني الالات اللي احنا نستخدمها في المستشفيات، ممكن تكون هي ملوثة مش معقمة او كذا، خاصة حتى الحقن لما تكون من شخص لاخر. تمام. حنتكلم هذا تقريبا كل اللي سمعته. تمام. بس فاضل ممكن شنو تنصح الناس اللي مرضى بالكبد، شنو المشروبات اللي نقدروا يتناولها او المشروبات اللي يبتعدوا عليها؟
قبل ما نتكلم عن المشروبات بس نبي نقول حاجة إن التغذية متاع مرضى الثايرويد A و B، ونتكلم على مرضى التغذية المرضية لمرضى المرضى الثايرويد C. تمام. بالنسبة لمرضى A و B هدوما التغذية متاعهم متشابهة بحكم إن هما السبب يكون في الفود. تمام. إن هما يحاولوا يأخذوا فود معقم، لازم يكون طيب كويس. نحاول دائما احنا نفصل ادوات التنظيف على بقيه المحيط البيت، وكان الادوات نحكي على حاجتين، نحكي على ادوات التنظيف زي الفرشه الصابون والى اخره، ونتكلم على النقطه الثانيه الشخصيه يعني. حتى الادوات نتاع الاكل اذا كان الملعقه ولا الطبق والى اخره. لازم انه يركز على الاغذيه اللي تكون غنيه بالفيتامين والمينرال، حتى الفروت والفيجيتبل، خاصه زي ما قلت لك الخضره الورقيه زي الخس والجرجير كويس جدا لمرضى لتاريخ الكبد المصابين بفيروس اي او بي. تمام. يركزوا على البروتين الحيواني اكثر حاجه. هذا فيما يخص فيروس اي والتغذيه نتاعهم. بالنسبه لفيروس سي هذه التغذيه نتاعهم نوعا ما تكون خاصه بحكم انها ما تكون سبب فود. يحاولوا انهم ينقصوا من كميه الدهون تكون يعني تقريبين اقل من 20-25%. يحاولوا انهم يتجنبوا الدهون الغير صحيه اللي هي تكون مليئه جدا بالكوليسترول. تمام. بالنسبه للالبان ومشتقاتها ياخذوا منزوعه الدسم، كان جبنة ولا حليب ولا جبنة ولا زبادي، منزوعة الدسم. باقي حاجة تانية، يركزوا على البقوليات، ياخذوها بمعادلة تقريبيا يعني من وجبة لوجبتين في اليوم. تمام. لأنها تحتوي على كمية كبيرة جدا من البروتين والنشويات اللي يكون خارية من الدهون. حاجة تانية، باقي ياخذوا كمية كبيرة من النشويات المعقدة، سواء كانت رز ولا خبزة ولا مكرونة. هذه طبعا الاحتياجات تكون على حسب الوزن والطول والعمر والحالة الصحية. يعني نشوفوا للبادي ماس اندكس، ما نقدرش نعطي انا كميه معينه الا لما نشوف الحاجات اللي هي زي الوزن والطول والعمر والحاله. لازم نقول يشوف الحاله شخصيا يعني تشخيص الحاله يكون من بعيد بالضبط. الموضوع اوكي شكرا. حاجه ثانيه باقي اللي هي ان هم يستخدموا الدهون الصحيه زي زيت الزيتون. تمام. او زيت عباد الشمس، وفي زيت ثاني اللي هو اسمه زيت المخلوط المعروف عندنا احنا في هنا نقولوا له اللي هو زيت التموين. هدايا ياخذوا منه كويس جدا لهم. بالنسبه للمشروبات اخر حاجه اللي هما ياخذوا الشاي والاخضر واليانسون كويس جدا ليهم. تمام. يركزوا على الميه اكثر حاجه، يعني تقريبا من 8 ل 10 كواب في اليوم. وبقي جنبه الليمون والحمضيات والخل بصوره مبالغ فيها، والمشروبات الغازيه. هذا كل شيء فقط. تمام. يعطيك صحه ان شاء الله دكتوره مروه اسعد، وان شاء الله موفقه يا رب تكوني دكتوره. تحياتي لكم جميعا، وان شاء الله نتمنى دوم الصحه والعافيه. امين يا رب، يعطيك الصحه ان شاء الله. تحياتي. تمام. مش بس كلام.